راح نبدا اليوم نراجع الاساسيات. راح ابدا اليوم في بعض الميكانيكال برنسبلز. راح ابدا في بعض الميكانيكال برنسبلز الاساسيات. راح نبدا اول شيء نقارن العالم الخطي والعالم الدوراني. المحركات شو بتعطيني الاوتبوت تبعها؟ كل المحركات دوران، مش هيك؟ عم تعطيني الاوتبوت تبعها تور. فراح نقارن هلا هون ترانزليشنال وبنسميه Translational quantities or rotational quantities. Translational quantities, ايش الكوانتيتي الأساسية بالترانزليشنال اللي هي الإزاحة displacement أو distance، نسميها displacement. وراح نرمز لها بالرمز X أو D أحيانا. ايش وحدتها؟ الـ SI unit لها للـ displacement؟ المتر. ايش بقابلها في العالم الدوراني؟ ثيتا اللي هي angular displacement. displacement scalar ولا vector؟ vector. vector. لأنه لو أنا اجيت اتحركت من هاي النقطة لهاي النقطة بهذا الاتجاه وجيت تحركت من هاي النقطة لهاي النقطة بهاي الاتجاه، وين حركتي الأساسية النهائية؟ أنا كأني تحركت في النهاية من هذه النقطة لهاي النقطة الديسبيسمنت. أنا مجوب مضبوط مشيت مسافة هاي المسافة بس الديسبيسمنت تبعتي، فإحنا بنعتبر هون هاي بنعتبرها فيكتور. رح نرمز للفيكتور بهذا الرمز اللي هو نص سهم فوق الكوانتيتي. نفس الشيء رح أعتبر الأنجلر ديسبيسمنت رح أعتبرها فيكتور. إيش نرمز لها؟ الرمز ديتا، إيش وحدتها؟ راديان. راديان. عندي هون ريتنس. ال rate of change of displacement اللي هي الفيلوسيتي راح نرمز لها بالرمز v، وحدتها راح تكون متر بير سكند. متر بير سكند. ايش بقابلها بالعالم الدوراني؟ انجلر سبيد. انجلر سبيد او فيلوسيتي. الرمز تبعها نلقى وحدتها هنا عندي التسارع acceleration مشتقة الـ velocity. وحدتها رمزها هي وحدتها متر بير سكند سكوير. ايش بتقابلها؟ angular acceleration. رمزها ألفا وحدتها راديان بير سكند تربيع. لاحظوا طبعا كل واحدة من هون هي مشتقة الهاي، مشتقة الديسبيسمنت هي الفيلوستي، مشتقة الفيلوستي هي الأكسلريشن، تكامل أكسلريشن فيلوستي، تكامل فيلوستي ديسبيسمنت. عندنا هون الماس اللي هي وحدة كنت الماس سكيلر ولا فيكتور؟ سكيلر سكيلر دائما سكيلر. الماس الماس ام وحدتها كيلوغرام. كيلوغرام. ايش بقابلها بالعالم الدوراني؟ انرشيا. انرشيا تمام. كيف تعرف؟ وقتين. نعم وقتين. انت كنت موجود. طيب اذا هون وحدتها انرشيا. انرشيا اسم يعني الى حد ما عام. الاسم الصحيح هو سكند مومنت اوف ماس. سكند مومنت اوف ماس بنرمز لها بالرمز. في بعض الكتب بترمز لها اي، بعضها بترمز لها جي. وحدتها كيلوغرام متر سكوير. طيب نيوتن سكند لو في العالم الخطي شو بيساوي؟ اف بيساوي ام في اي اف اللي هي الفورس. هاي لاحظوا انه هذا هون عندي فيكتور، هذا فيكتور هو سكيلر، هذا نيوتونز سكند. ايش بقابل الفورس؟ احنا لازم نحطها اول شيء اللي بقابل الفورس. الفورس ايش بقابلها بالعالم الدوراني؟
torque المصدر جرامز تاع وحدته نيوتن متر الفورس الفورس فيكتور ولا سكيلر الفورس فيكتور والتورك فيكتور اذا عندي هون الفورس وحدتها نيوتن والتورك وحدتها نيوتن متر نيوتن سكند لو هون بيساوي اف بيساوي ام اي شو بقابله بالعالم الدوراني اف بيساوي ام اي التورك يساوي الفا اي او اذا بدي احطهم بنفس الترتيب يكونوا اي في الفا احطوا الفا كمان هون الفا فيكتور تاو فيكتور واي سكيل نطلع على الكينيتيك انرجي الكينيتيك انرجي بالعالم الخطي شو بتساوي؟ نص ام ها ام في في سكوير فالكينيتيك ايش وحدة الانرجي؟ جول الانرجي سكيلر ولا فيكتور؟ سكيلر بقابل الكينيتيك انرجي بالعالم الدوراني يعني هون كي اي روتيشنال بتساوي هاف محل الام ايش راح احط؟ ايش بقابل الام؟ ايش بقابل في؟ الاوميجا وحدتها كمان إذن هذه مقارنة عامة ما بين الكوانتيتيز في العالم الخطي والكوانتيتيز في العالم الدوراني